قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن مكتب مجلس الأمة قرر اتخاذ كافة الإجراءات اللائحية والقانونية حول ما حدث في جلستي المجلس العادية والتكميلية ليومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين. من جانب آخر، عقدت لجنة برلمانية واحدة بمجلس الأمة اجتماعها العادي، حيث ناقشت لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية الرسائل الواردة من لجنة الميزانية والحساب الختامي. قرر مكتب المجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللائحية والقانونية حول أحداث جلستي الثلاثاء والأربعاء لمجلس الأمة بعد اجتماعه اليوم. اجتمع مكتب المجلس اليوم واستعرض كافة أحداث الجلسة الماضية يومي الثلاثاء والأربعاء وما تضمنته من أحداث وأمور مؤسفة لا تمت لعاداتنا ولا تقاليدنا البرلمانية بصلة. وبعد استعراض كافة المواضيع والتفاصيل، قرر مكتب المجلس اتخاذ كافة الإجراءات اللائحية والقانونية اللازمة تجاه ما حدث ولمنع تكرار ما حدث في الجلسة الماضية مستقبلا. وعلى صعيد آخر، ناقشت لجنة حماية الأموال العامة الرسائل الواردة من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.